كالمعتاد دانا أبو شمسية مراسلتنا تنضم إلينا على الهواء مباشرة من القدس المحتلة. دانا، كيف تتفاعل الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية والشعبية بالدرجة الأولى مع هذا التحقيق الذي كشفت هآرتس أو أماطة اللثام عنه؟ نعم أحمد، يعني بعد التحية نتحدث، هذه مفاجأة مدوية كانت سواء للشارع والجمهور الإسرائيلي أو حتى للمستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي. هذا التقرير الذي كشف بأن حركة حماس لم تكن لديها علم بأن هنالك حفل يقام في مستوطنات غلاف غزة، وأن كل التداعيات حول هذا الحفل تؤكد أن حركة حماس لم تكن تعلم فيه، لربما ولا سيما الحديث أن هذا الحفل كان مخصص لإقامته في يومي الخميس والجمعة، وفي مساء الثلاثاء أي قبل الحفل بيومين تم تمديد هذا الحفل ليوم ثالث ليوم السبت. هذا يعني ويؤكد أن حركة حماس لم تكن تعلم أن هنالك بالفعل حفل في المكان المذكور. هذا عن ذلك نتحدث بأن هنالك طائرات بدون طيار كانت أيضا تنفذ حملة غارات على تجمع ريعيم في مستوطنات غلاف غزة على الموجودين في الحفل، ما أدى إلى مقتل ما يزيد على 364 فقط من هذا الحفل. وتقدر هذه التحقيقات الأمنية العسكرية بأن مقاومي حركة حماس كانوا قد لاحظوا وجود هذه الطائرات، وبأن المظليين أيضا الذين كانوا في سماء هذه المنطقة لاحظوا وجود هذه الطائرات ووجود عمليات القتال، ما دفعهم إلى التواصل فيما بينهم عبر ما يستخدمونه من أدوات للاتصال للتوجه إلى مكان الحفل، ما أدى إلى مقتل أيضا إسرائيليين والحصول على محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية من تلك النقطة. وهذا ما أكدته أيضا كاميرا التصوير خاصة بأحد المقاتلين الفلسطينيين الذي كان يسأل أحد الإسرائيليين عن رعيم أو عن مكان وجود الحفل. وما يؤكد هذه الرواية الإسرائيلية وبأن حركة حماس لم تكن تخطط ولم تقتل هذا العدد كما روجت السردية الإسرائيلية، الحديث بأن يعني مقاتلي حركة حماس كانوا قد وصلوا عن طريق شارع 232 وهو الشارع الرئيسي والسريع، أي أنه بعيد عن الحدود ولم يدخلوا من قبل أو من جهة الحدود مع قطاع غزة، وبأن كان توجههم إلى مكان آخر، ولكنهم عندما سمعوا إطلاق النار وهذه الطائرات التي نفذت هذه الغارات كانوا قد توجهوا إلى هناك. أيضا وجود الجثث المحروقة التي روج إليها الاحتلال، هذا يؤكد بأن هذه الإصابات ناجمة عن قصف طائرات حربية وليس عن أسلحة أو إطلاق نار كان قد تم من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. هذه التحقيقات كانت بالفعل يعني مفاجأة كبيرة، وبعد أيام طويلة من هذه الحرب كانت قد لكن دانا أن تلقى الكرة في ملعب الشرطة الإسرائيلية لكي تطلع بتحقيق كهذا يخص أمرا عسكريا أو استخباراتيا أو يخص الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهو من الأمور المألوفة أو المعتادة في إسرائيل أن يدار الأمر على هذا النحو ولو كان تحقيقا أوليا من الشرطة، أم إن ثمة أمر ما مختلف كان يحتم على الشرطة أن تجري تحقيقها في هذا الخصوص؟ نعم أحمد، يعني دعنا نوضح بأن بالقدس والداخل وهذه المستوطنات يكون نشاط الشرطة هو أكثر من الجيش الإسرائيلي. عادة من يدير الأمن ويحافظ على النظام هي الشرطة الإسرائيلية، وكان هنالك اتهامات موجهة إلى الشرطة الإسرائيلية بأنه لم يكن هنالك استجابة سريعة من الشرطة الإسرائيلية الذي حاول المستوطنون التواصل معها، لذلك الشرطة الإسرائيلية نشطت في هذا المكان وفي هذا التحقيق. عدا عن ذلك وأضف إلى ذلك هي أن نظام الطوارئ أو حالة الطوارئ وحالة الحرب التي كان قد أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي إتمر بن كبير تعطي صلاحيات أوسع للشرطة الإسرائيلية، وهذا ما دفع إلى وجود الشرطة الإسرائيلية في هذه التحقيقات، ولا سيما الانشقاقات الجديدة وهذا التخبط ما بين الشرطة الإسرائيلية ما بين الجيش الإسرائيلي ما بين المستوى العسكري وما يريد المستوى السياسي، يدفع هذا التحقيق إلى مزيد من الانشقاقات في هذه المنظومة الأمنية سواء العسكرية أو السياسية، وكأن كل طرف يحاول إلقاء اللوم على الطرف الآخر بمسؤوليته عن هذا الفشل الاستخباراتي والفشل العسكري الذي كان منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. نتحدث أن التداعيات لا سيما ستكون هي الأكثر خطورة، لكن معلش دانا قبل الحديث عن التداعيات، هل هذا يفسر الحدث النادر تقريبا أو الأندر من نوعه أن يعلن جيشا أن له تعداد أحصاه من القتلى ثم بعد مرور الأيام يقلل هذه الحصيلة من القتلى من 1400 قتيل إلى 1200 الجثث المحترقة التي عدها ضمن القتلى الإسرائيليين، هي اتضح في النهاية أنها على الأرجح كانت للمقاومين الفلسطينيين أو المسلحين الفلسطينيين؟
هذا ما برر صراحة بيان جيش الاحتلال قوله بأن هنالك كان لبس في بداية الأمر حول هوية القتلى، سواء من حماس أو حتى من فصائل المقاومة أو حتى من المستوطنين الإسرائيليين أو حتى من الجنود الإسرائيليين. لهذا كان هنالك طلب لفحص دي إن إيه من العائلات سواء التي فقدت أحد أبنائها لمعرفة مصيره إذا كان محتجز لدى فصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى إن كان يعني من ضمن تعداد القتلى. في طبيعة الحال كان هنالك تخبط وضبابية في التعامل وخاصة مع الأعداد. نحن نعلم أحمد بأن هنالك يعني عادة لا يكون إفصاح أصلا عن أعداد القتلى، لأن إسرائيل تحاول جاهدة الحفاظ على هذه الصورة التي تروجها بأنها القوة الأكبر في الشرق الأوسط وبأن قوة الردع الإسرائيلية لم تتزعزع رغم كل هذه الاعتداءات. حتى هذه اللحظة هنالك خلاف فعلي حول هذه الأعداد. المكتب الحكومي للإعلام والتي يديره رئاسة الوزراء الإسرائيلية ممثلة بنتنياهو يقول أن العدد 1400، في المقابل يقول الجيش الإسرائيلي في بياناته بأن العدد تراجع إلى 1200، والحديث عن أعداد أخرى من ضمن الجنود. هذا يفسر هذا الاختلاف في الأعداد بأن هذه الأعداد غير محسوب فيها أعداد لربما الجنود القتلى، و1200 هو العدد الذي يتحدث فيه عن المدنيين على حد تعبيره. ولذلك قلت بأن حتى اللحظة لا حسم لهذا الموضوع، ولكن ما نتبناه هو الرواية الرسمية الصادرة من مكتب الإعلام الحكومي لرئاسة الوزراء الإسرائيلية المطلق عليها الجي بي أو هنا، وتؤكد بأن عدد القتلى الإسرائيليين بالمجمل وصل إلى 1400 قتيل، عدا عن أو ناهيك عن عدد القتلى الذين كانت قد أعلنت عنهم مؤخرا وخاصة في المعارك الضارية التي كانت تحديدا شمال القطاع. وهنا لابد أن ننوه بأن صبيحة اليوم وصل عدد القتلى في هذه المعارك إلى 5 جنود وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحصيلة ترتفع على هذا النحو إلى نحو 60 قتيلا من الجنود والضباط الإسرائيليين دانا. صحيح، يعني نعم. تحدثنا في بداية الأمر عن هذا العدد، وهنالك في العدد الإجمالي يعني تقريبا نتحدث عن 380 من الجنود كانوا قد قتلوا سواء في المعارك في شمال القطاع أو حتى منذ اليوم الأول لهذه الحرب منذ 7 أكتوبر. طيب دانا، أنا استوقفتك وسأستوقفك للحظات فقط لأننا نشير إلى هذه الصورة كما يعرض لها الزملاء وتريدنا الآن على الهواء مباشرة. سماء شمال غزة بالكامل تقريبا باتت سحابة سوداء كاملة تسيطر على شمال غزة كما كنا نتابع اللقطات التي عرض لها الزملاء قبل لحظات. هي الآن معنا على الهواء مباشرة كما نتابعها، وهي ربما تشكل ارتدادا لموجة القصف العنيف الذي كنا قد تابعناه قبل نحو 10 دقائق قليلة من الآن، ما بين قصف صاروخي من الطائرات والمروحيات الإسرائيلية وكذلك القصف المدفعي الذي أيضا تابعنا جانبا من أصواته عند إطلاق هذه القذائف المدفعية. هذه الصورة صحيح أن العامل المناخي والطقسي له دور أيضا في تكوين هذه الصورة، لكن سحب الدخان الأسود التي انطلقت منذ دقائق قليلة مضت لا تزال مسيطرة على الأجواء في سماء شمال غزة. دانا، أعود إليك وقد أشرت أو استوقفتك عند مسألة التداعيات وتأثيرات ذلك وكيف يتم التفاعل مع ما تم إيراده من هذا التقرير. نعم أحمد، قبل الإجابة عن هذا السؤال يعني أضف إلى ما تفضلت به قبل قليل، وهذا نربطه في بيان جيش الاحتلال الذي قال بأن هنالك حتى خلافات في كابينيت الحرب إذا ما كان الجيش الإسرائيلي يريد توسيع عملياته وغاراته في شمال القطاع وصولا إلى جباليا وحي الزيتون كما حدث أمس، أم أنه سينتقل في قتاله على أرض الواقع وعلى الميدان إلى الجنوب من قطاع غزة. ولكن هنالك عوامل قد تؤخر هذا التوغل البري كما ذكرت، الأحوال الجوية التي تعيق حركة الطائرات، لربما سيكون هنالك تركيز على توغل بري أكثر دون حماية جوية، هذا ما يؤخر هذه العملية. أضف إلى ذلك مسألة الأمراض والأوبئة التي تقيف هذه المنظومة الأمنية العسكرية نتيجة الصرف الصحي السيء في قطاع غزة وانقطاع الوقود والماء والكهرباء، ما يشير إلى أن هنالك العديد من الأمراض والأوبئة كما حدث. وهذه برر بها بنيامين نتنياهو السماح بإدخال بعض شحنات الوقود، وهذه كانت نقطة خلافية في مجلس الحرب. صحيح، ليس لصالح الفلسطينيين في طبيعة الحال إدخال هذا الوقود، بل خوفا على حياة الجنود. وفي العودة إلى سؤالك، التداعيات لهذا التقرير هي لربما ستكون يعني كما نقول هنا الشعر التي قسم الظهر البعير، خاصة في ظل كل هذه الخلافات في كابينيت الحرب الإسرائيلي بعد هذه التحقيقات المدوية. هذا يعني بأن أهالي المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية سيوسعون من نشاطاتهم وتظاهراتهم والتي كانت قد بدأت في أوجها أمس في مسيرة مشيا على الأقدام من تل أبيب إلى
القدس بعدما تعرف هذه العائلات بأن الجيش الإسرائيلي هو الذي قتل أبنائها كما يقول هذا التقرير وهذه التحقيقات. سيكون هنالك في طبيعة الحال ضغط أكثر من قبل الشارع والجمهور الإسرائيلي وخاصة على المؤسسة السياسية المتمثلة ببنيامين نتنياهو ومحاولة الإطاحة فيه، وهذا أصبح العنوان الثالث التي تخرج من أصله ومن أجله التظاهرات في تل أبيب وفي القدس وفي مناطق عديدة. اليوم التخوف من قبل نتنياهو واللي ربما رصدناه في خلال المؤتمر الصحفي الذي كان أمس وهو يحاول استجداء مشاعر الشارع الإسرائيلي للمحافظة على هذا المنصب وعلى هذا المقعد كونه الرئيس للائتلاف الحكومي، والذي تراجع إلى 17 مقعد من أصل 120 مقعد في الكنيسة الإسرائيلي. هذا يعني أن بعد الحرب أو حتى ليس بعد الحرب، بعد هذا التحقيق سوف لن يكون كما قبله، وخاصة فيما يتعلق في مستقبل نتنياهو السياسي. لكن دانا، الحديث الذي كان في 7 من أكتوبر والثامن من أكتوبر عن أن هناك أطفالا ذبحوا ومن بينهم أطفال رضع، تبين بعد ذلك زيف هذه الرواية، وأن تقريبا حصيلة الأطفال الذين قتلوا في 7 من أكتوبر هي طفل واحد. هارتس قالت ذلك وقالت أنه ليس هناك معلومة يقينية من الذي قتل هذا الطفل، كانت رواية مكذوبة حول ذبح الرضع، ولم تقم الدنيا في إسرائيل. وكل الأسئلة التي تطرح في المؤتمر الصحفي المشترك لجانتس وبنيامين نتنياهو وكذلك لوزير الدفاع يواف جالانت، أسئلة بلسمية بسيطة للغاية، تشجيعية للغاية، استفهامية للغاية، ليس هناك سؤال واحد استنكاري حول كل هذه الخيبات التي مني بها الجيش الإسرائيلي دانا. حتى وإن كان هنالك سؤال استفهامي يكون التهرب هو الحل لدى هؤلاء الثلاثة الذين يخرجون في هذا المؤتمر، وهذا لاحظناه عند السؤال يعني إذا كان هنالك صفقة أو كيف ستنظر إلى أعين أهالي المحتجزين عند إدخال الوقود، كان هنالك تهرب من هذا السؤال أو حتى من محاولة الإجابة عليه. زيف هذه الروايات الإسرائيلية منذ اليوم الأول وهي تحاول إثبات هذه الرواية الإسرائيلية والترويج لها بأن حماس هي داعش وبأن ما قامت فيه في 7 من أكتوبر يتنافى مع كل الحقوق الإنسانية، متناسية بذلك عشرات الآلاف من شهدائنا الأطفال في القطاع أو في الضفة الغربية. هذه التقارير لربما التي أشرنا إليها وخاصة الحديث بأن هنالك وجود لصور لجثث متفحمة تؤكد زيف هذه الرواية الإسرائيلية، وهي أن المقاومون الفلسطينيون كانوا يدخلون وفي أيديهم أسلحة نارية. هذا يعني حتى وإن تم إطلاق النار على هذا الطفل أو على هؤلاء الذين كانوا في الحفل لن يكون هنالك تفحم في هذه الجثث، وهذا يؤكد بأن من قام بقتل هؤلاء أو إذا كان وجد هنالك جثث متفحمة فهي ناتجة عن قصف جوي، وهذا ما تؤكد هذه الرواية بأن طائرة حربية من نوع أباتشي كانت متواجدة في المكان في فوق الحفل، والذي كان يحضر ما يزيد على 4400 من الإسرائيليين، ولكن بسبب سماع صفارات الإنذار التي دوت في مستوطنات بالقرب من غلاف غزة تمكنوا من الانسحاب والفرار، وكانوا قد تواجد المئات من هناك. وعلى إثر كل هذه القصفات وهذه الغارات وحتى اشتباكات في النار ما بين المقاومين وبين شرطة الاحتلال أدت وأودت إلى مقتل 364، وهذا العدد يرجح بأن يكون معظمه من قبل الجيش الإسرائيلي الذي نفذ غاراته. وحتى هذا يتأكد على هذه النقطة دانا تحديدا إحدى شاهدات العيان وهي تنقل روايتها لي راديو إسرائيل تقول بأن الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الرهائن الفلسطينيين الذين احتجزهم، وقالت أن المعاملة التي كانت من جانب أفراد الفصائل الفلسطينية الذين وصلوا إلى هذه المستوطنة في غلاف غزة تعاملوا معهم بإنسانية ولم يريدوا قتلهم وفق ما أوردته. شهادات بهذا الشكل وهي تضاف إلى سلسلة الشهادات الأخرى التي سجلت من جانب محتجزات إسرائيليات لدى الفصائل في قطاع غزة، كيف ينظر إليها إسرائيلياً؟ أحمد، نضيف إليها شهادة طيار ممن شارك في صحيح. هذا القصف وقال بأننا كنا لا نعلم أين نقصف وماذا نقصف ومن نقصف، لذلك نفذنا هذه الغارات بناء على تعليمات جاءتنا من الجبهة الداخلية التي تقود هذه الطائرات الحربية. لذلك هنالك شهادات تؤكد بأن هنالك تخبط واضح وفشل استخباراتي وعسكري وحتى استراتيجي وتكتيكي منذ اليوم الأول وحتى هذا اليوم، الذي هنالك العديد حتى من الإسرائيليين أصبحوا يتهمون هذه المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية بأن هنالك فشل، وحتى اللحظة لا إنجازات تذكر ولكنها تحاول إثبات ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها سواء من مجمعات قريبة من مجمع الشفاء أو حتى مشافي. نتحدث أن هذه الشهادات أثارت حفيظة المنظومة السياسية وحتى الإعلامية الإسرائيلية، لذلك هنالك أنباء عبرية تتحدث بأن هنالك محاولة لمنع
الذين تم الإفراج عنهم من النساء كبار السن من عدم الحديث مع وسائل الإعلام، ولا سيما الناجية الأخيرة أو المحررة الأخيرة التي كانت قد أودت في يعني تصريحات لها وقالت بأن هنالك حسن معاملة كانت قد تلقتها من فصائل المقاومة الفلسطينية. هذا كان في الأوساط العبرية يتحدث بأن هنالك شباك أو عناصر أمن إسرائيلي من الشباك كانت قد توجهت إلى المستشفى وطلبت من ذوي المحررة وحتى من مدير المستشفى بأن لا يكون هنالك تصريحات إعلامية حول حول كل هذه الظروف التي مر فيها المحتجزين لدى فصائل المقاومة. والعائلة كانت قد قالت بأنها لها حرية الرأي والتعبير وأنها لن تلتزم بمثل هكذا تعليمات. دانا أبو شمسية أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، كنت معنا على الهواء مباشرة من القدس المحتلة.